FM. الكلمة ليك. دونك هذايا هل الانفلاسيون او التضخم الكبير نتاع البناءات اثر على بقيه المناطق المجاوره، المناطق المجاوره لاقليم تونس والا وين التاثير بالضبط؟ التاثير انه اذا كان ب 3 ملايين و 600 متر في قلب العاصمه في منطقه تنجم تكون تجاريه او خدماتيه. نبعد 10 كيلومتر باش نلقاها من 500 الى 600 دينار. نبعد الى مناطق اخرى اكثر من 20 كيلومتر توصل الى 400 دينار المتر. وناقص المرافق وناقص النقل. دونك هنا غلات بصفة مهولة جدا قيمة العقارات اللي هي تأثر بطريقة إيجابية على عنده أملاك أو أراضي، لكن تأثر بطريقة سلبية على اللي مقبل على الزواج ويحب يستقر في المنزل نتاعه. هي منشيرة نافعة، منشيرة أخرى نجم نقولوا ضارة للمقبلين على الزواج. حاجة أخرى نختم بها في أقل من 5 ثواني، أنه قيمة العقارات في تونس في بعض المناطق متضخمة جدا جدا جدا. واليوم نراو أنه بعض البنوك تقريبا 18 بنك على 26 بنكه تونسيه ما عادش تعطي كريدي للي بروموتور ايموبيلي، خاطر ولا فما يبنيو الديار وما يلقاوش شكون يبيعهم. علاش ما يلقاوش شكون يبيعهم؟ على خاطر فماش طلب، فماش دوموند، لا فما طلب كبير، لكن الاثمان غاليه ورهيبه جدا جدا. الكلمه ليك.